السلام عليكم البنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. كنت خدمت معكم هاد الرسمه هادي وقلت لكم ان شاء الله ملي غنبغي نطرزها نشاركها معكم. اليوم ان شاء الله غادي نطرزها وكبدايه كنحسبوا من هنايا لهنا ما غنحسبوش عدد الغرز ولكن خصنا نجيو في المركز. الا حسبنا هنا غنلقاو هاد الغرزه هي المركز، والا حسبنا من هنا نفس الشيء غنلقاو هاد الغرزه هي المركز. اذا هاد المركز غنخلوه باش نطلقوا منه لهنا الفوق ونطلقوا منه لتحت ونطلقوا منه لهاد الجهه ونطلقوا منه لهاد الجهه. كيف ما قلت لكم هذا هو المركز، كندخل فيه الابره بحال هكا كيف ما كتشوفوا، نكون برمت الخيط ديالي، ناخذ واحد غرزه، واحد جوج ثلاثه، ها هما ثلاثه، نعاود ندخل الابره ونقلب باش نعقد الخيط. نعاود نقلب، انا خديت هنا ثلاثة، نولي نكرز الخيط مزيان، كنولي نجي فوق هاد الغرزة الاخرى مقابل معها الفوق باش كتجيني على شكل سهم، وندخل ونحسب عاود تاني ثلاثة، واحد جوج ثلاثة، ناخد ثلاثة نفس الشيء، ديما نطلع بغريزة تجيني على شكل سهم كيجو وحدة فوق وحدة، وناخد ثلاثة نفس الشي هنايا، ناخد ثلاثة نفس الشيء كما قلت لكم، ديما نبقى غادي كنطلع كيف ما كيبان لكم راه غادي وكيطلع باش غيجيني في الاخر على شكل سهم. نجي للجهه المقابله بنفس الطريقه كنخدم، كنكمل السهم ديالي كيف ما كتشوفوا، ها هو السهم الاول كملته. انا ندخل اخر غرزه اخر مره فيه، ها هو الاول، وكنرجع كيف ما قلت لكم كنت خليت هذه الغرزه هي المركز، كنرجع حداها هنا ونطالق عاوتاني الفوق، ناخذ تاني ثلاثه، كنجي هنا ديما هاد المركز راه غادي يبقى، كنحسب واحد جوج ثلاثة، انا كملت هاد الجهه ديال هاد السهم. نفس الطريقه هنايا كنعاود تاني ديما كنطلع بغرزه وحده هنا كيف ما قلت لكم باش كنت مغادي وكنطلع على شكل سهم، وديما كنبقى ناخد ثلاثه راه ما كنفوتش ثلاثه، واحد جوج ها هما ثلاثه،
عاوتاني نفس الشيء هنا كنطلع بوحده، واحد جوج ثلاثة. ديما هنا هنا غنرجع للمركز ديالي باش ننطلق منه، وكناخد واحد جوج ثلاثة. ثلاثة الأولين، إلا جيت نحسب هنايا راه غنلقى ديما وحدة ديال المركز حداها واحد جوج ثلاثة ربعة، نفس الشيء وحدة حداها واحد جوج. أنا غادي ندير الثالثة وندير الرابعة في نفس الجهات بجوج، ديما كتلقاو ديال المركز وفي جنبها ربعة المرات ربعة الطرزات. هيا الرابعة، نفس الشيء في الجهة الأخرى، ديما كنطلع في الجنب وحدة كنجي واحد جوج ثلاثة. كنجي هنا كما كتشوفوا عاوتاني في الاتجاه الاخر، كناخد واحد جوج ثلاثة، ثلاثة الغرزات. ممكن نبقى نطلع بغرزة فوق منها كما كتشوفوا، ناخد واحد جوج ثلاثة. ديما تاني كنطلع بغرزة واحد جوج ثلاثة واحد جوج، هاي الثالثة هنا فوق منها بوحدة. عاوتاني هنا هاهي فوق من هادي بوحدة قابل معاها، كناخد ثلاثة. جوج ثلاثة.
كيجي هذا هو الشكل النهائي ديال الطرز ديالنا، فيها اربعه الاسهم بحال هكا، السهم الاول الثاني الثالث الرابع، كيبقى بيناتهم في المركز غرزه واحده كيف ما شرحت لكم. كنتمنى يكون الشرح سهل ومفهوم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.